وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من هذه النعمة، حيث الناس يسمعون التوحيد ويسمعون كلام الله جل وعلا ويسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقونه ولا يصدقون كلام الكذب والفجر والسحر والمفترين. والحمد لله، كلما نأتي ونتكلم في هذا التوحيد بحمد الله نجد الإقبال من الناس، لأن هذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ما أجي أواصل فيما بدأ به الإخوة الفضلاء حفظهم الله ووفقهم لكل خير، أرد على بعض الكذبات لتلك السبلوكة التي تكورك من صوت المطرة. انت قال عنده حاجة؟ عشان كده المثل القرون له زمان في الأساس بيقول لك إنه أشد البراميل ضجيجا هي البراميل الفارغة. وزي ما قال واحد برضو قروها لنا في المطالعة زمان، واحد كان ماشي في زروع، واحد حكيم، قال بعد شوية لقى جزء من السنابل بتاعت الشجر مدنقرة لتحت، سماه هو متواضعة، قال وواحدة رافعة راسها فوق ومفتخرة. قال لما انفتحها لقى المتواضعة دي ملانة فوق حب يستفيدوا منه الناس، وديك لقوها فاضية. الناس بتاع المزارعية بيعرفوا السمسم لما يطوق، لما تأخر القطع بتاعه بيحصل له شنو؟ بيطوق، صح؟ فده زي ده عمك بتاع الطقة ده ما عنده أي حاجة، زي ما قال ركشة بيبوري بقندراني، تسمع الصوت لما تجنب عشان تلقى ركشة، ما عنده أي حاجة. طيب، قبل ما نخش لكلامه اللي قاله، المسألة الأولى يا أخواننا، قال الكتب، طبعا الكتب دي زنقت جميع الصوفية في العالم ولله الحمد. أكبر خدمة قدموها الصوفية للمسلمين إنهم وثقوا الباطل بتاعهم بيدهم، زي ما قال المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ. واحد قال لي: يا زول أنت ما بتعرف تسبح وداير تقطع البحر ده، أربط لك قربة واملاه كويس واربطه تمام، ده اسمه الوكاء. تعرف الوكاء يا حميدة؟ إن شاء الله كده خلينا نواصل، فهمته؟ قال بعد ما حصل نص البحر ما ربطه تمام، قام الحبل أو الرباط بتاعه فكه وغرق، فذهبت مثلا لمن لا يحكم الأمور: يداك أوكتا، يعني براك سويته في روحك، وعلى نفسها جنت براقش، كويس؟ فده البرام كتبوا الكتب دي. أنا ما بعرف زول لا يعلم لا في العير ولا في النفير. زمان العرب ما كان بيورثوا النساء وده من الباطل. قالوا لهم ليه؟ قالوا لأنها لا تركب فرسا ولا تمكي عدوا. المرأة دي ما بتحارب ولا بتجيب للناس أكل، عشان كده ما كان بيورثوها. فحماذا ده لا يركب فرسا ولا يمكي عدوا، فهمت؟ ده زي العنصر المحايد للجمع، لو شلته ما فيها مشكلة ولو زدته ما فيها مشكلة. بيكذب لي يا جماعة ساي، كلام فارغ. الموضوع ده موضوع علمي يا حميضة، فهمت؟ موضوع علمي. الكتب دي تمشي لمسجد علي المرغني الكبير في بحري، تقول له: والكتاب ده حقك؟ بيقول لك: هاي هذا ليه؟ في مكتبة وفي حقوق بتاع الطباعة ونشر وفي دور معتمدة في السودان مسجلة كمحال تجارية وعندها ضرائب وعندها الناس المحلية عندهم معاه برنامج وغيره، فهمته؟ وبتطبع الكتب دي وتوزع فيها والناس قاعدين يشتروها، والكتاب ده بيقروه جوه المولد ذاته، في المولد بتاع الختمية والجماعة بيجيبوا البراك. أسئلة لا سألي ختمي، تقول له: بتعرف البراك؟ يقول لك: يا زول ده حق أبويا الشيخ، هذا له
هذا لو اخواننا ديل جو اشتروا الكتب دي من اموالهم الخاصة عشان يبينوا للمسلمين الحق من الباطل. فالكتب دي اخواننا ما يلعب عليك يقول لك لا دي ده سؤال وهابية. قال الوهابية ده سؤال عليك الله. نحن نادي السلينة كفر زي ده. انا بجي بقرأ لك بعد شوية. نادي السلينة باطل زي ده. فهمت؟ فده شغل كله بتاع كذب كذب. ودي اخواننا حجة الانسان الضعيف انه يكذب. لما ما تلقى حجة على الزول وتلقى انه منهجه جد صح بتقوم تكذب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة المدثر لما تكلم عن الوليد ابن المغيرة المشرك قالوا له يا زول كده يتكلم لنا في القرآن ده عشان السفهاء بتاع مكة ديل كلهم بيجوا يباروا النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عاين كده وعاين بيجاي وبيجي يفكر وقال يا ربي اقول شنو؟ قال لهم ان اعلاه لمثمر وان ادناه لشنو؟ وكده يعني قال لهم القران ده حق يا ناس وذاته عارف. لكن قال اقرب حاجه نقول انه سحر. ربنا قال انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ربنا قال سأصلي شنو؟ سقر. كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مجنون. كلها عبارة عن كذبات عشان تعرفوا إنه كذب. كيف أبو جهل ومعه نفرين كان النبي صلى الله عليه وسلم بداية البعثة بيجي الكعبة يخش جوا يصلي بالقرآن. فبقوموا هم بيجوا بالليل. والقصة تقريبا رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ما يسلموا. فهمت؟ أو معاه العاص بن وائل معاه اثنين من كبارات قريش. فبيجوا بالليل بعد ما الناس جات يناموا يجوا يسمعوا القرآن. لما خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقضي صلاته بيقوم بيرجعوا سريع بيجوا يتلاقوا في الشارع. يقول له اسمع انت جابك شنو؟ يقول له انت جابك شنو؟ ده يقول له انت ما عارفين القران حق في قلوبهم جوا. لكن ده الكذب والباطل اللي بيعملوا فوق الصوفيه في البلد دي. صوفيه منهج فاشل منهج باطل. نتحدى مش حميده نتحدى الجفري نتحدى الكوثري نتحدى المؤسس للتصوف احمد الطيب البشير الكباشي السمانيه التجانيه التسعينيه. نتحداكم كلكم بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع شيخ دجال كذاب من افاكي الطرق الصوفيه ان يبرز في الميدان تغش في المساكين وتلعب على عقول الناس بالكذب والباطل عشان تحشر في بطنك عفن بتطلعه في الحمامات؟ يا ما عندك ضمير يا رخيص يا ما عندك ذمه ما عندك رجاله ما عندك كرامة تقعد تشحت في الناس. راجل يقعد يشحت في الرجال. تف عليكم يا صوفية تبا لكم كلكم. فهمت؟ فشوف اول حاجة تعرف انه دين النبي عليه الصلاة والسلام دين صحيح دين صافي دين يوافق الفطرة ويوافق العقل ودين فيه صلاح العباد والبلاد ما في والكذب والتشويه والباطل والزور اللي بيعمله الصوفية ده. دجاج كذب قبل شوية قال الوهابية قالوا ربنا سبحانه وتعالى قعد. قالوا ربنا قعد مش قال هسي جيب الكتاب يا كذاب يا كبير يا كذاب كبير وكذاب ها كذاب كأنما هو ابن خالة مسيلم الكذاب كذاب حتى يستحي منه الكذب ها أفاك لا تساوي روثة حمار الدجال. فهمت؟ ده هنا الكتب بتاعت الصوفية الصفحة 125 من النور البراق قال في مدح النبي المصداق كل كذب ما فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ هذه الصفحة 125 الصفحة 125 قال هذه القصيدة الشطحية قالها الخليفة أحمد بن إدريس. قال أنا السيد الطود قال
الحمد لله وهو المنعم الوالي، ما ترجمت بعض حالي ألسن القالي، أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي. شوف أول حاجة، ما بتلقى إنسان صالح بيقول لك أنا كده، ما بتلقى. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فهنا قال شنو؟ ما السيد السند الطود الذي سجدت ده الختم ملائك الملك الأعلى لإهلاله. قال أنا لما جيت للدنيا ملائكة الله سجدت لي، رأيك شنو يا حميضة؟ دي تقدر تلاقيها كيف؟ قال: ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحوالي، مراقبا ذاته في كل مرتقب، حتى ظفرت بما راغبت في بالي، فكنت عين وجود القدس في أزل. دي معناه كنت الله، لأنه الكان في الأزل هو من؟ هو الله. وأما نحن المخلوقين كنا في العدم. ربنا قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عشان كده المعلق تحت، المعلق الصوفي ذاته، قال شنو؟ قال عمل لك كلام تحت داري عدله. قال: القصيدة فيها كلام لا يحتمل باعتباره صادرا عن لسان الشيخ. قال: فيه كلام صعب جدا يا حميدة. ده الختم ذاته قال كده، ده ارتقالته ها، لأنه كلام قبيح. والمثل بيقول لك الشينة ما له شينة منكورة. قال: فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي. قال: العرش والفرش فوق وتحت كلها في يدينا الختمية. شوف الكلام ده كيف. وربنا قال: قل اللهم مالك الملك كالضابين فجر. طيب قال أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي. يعني أصلا الوجود ده كان بسبب الختمية. هل نحن يا أخواننا الآن معتمدين على الختمية؟ في ختم بنزل لنا مطر؟ في ختم الليلة بيملك لنا نفع ولا ضر؟ في ختم الليلة بيملك لنا أرزاق؟ في ختم الليلة بيملك لنا أموال؟ الأمور دي كلها نحن بنعتقد عقيدة جازمة إن عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال: قل من رب السماوات والأرض. تقول لي لا صوفية لليلة ما عارفين. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أبو جهل يا حميدة، أبو جهل المشرك شركا بقرون، القرون أطول من صنعتك يا حميدة. أبو جهل ذاته عارف إنه ربنا عنده الرزق. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون أي الكفار فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فذلكم الله اللي بيعمل الأمور دي كلها، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. طيب نمشي لقدام. قال: فكنت أحمده المحمود في أزل كذا محمده بدر الهدى التالي لذاك عاش جميع الكون في كنفي فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي. وطبعا عندي مشكلة بين الصوفية كلهم، أي طريقة يقول لك الشيوخ الباقين هم تحتنا. ده قال لك أهل الفضل، يعني أحمد الطيب وأحمد التجاني وبتاع القادرية كلهم شنو؟ ديل أطفال وشفعوا
في باب الولاية وكده. تمسك أحمد الطيب يقول لك ربنا ملك الكون 33 سنة. تمسك أحمد التجاني يقول لك رجلي أو قدمي على رقبة كل ولي منذ أن خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور. طيب هل عفص الثاني منه وبتاع القادرية قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمسكت أمددت راحتي. يعني ده ماسك الكون كده وفي واحد عامل كده وفي واحد دافسهم بكرعه وفي واحد راقد فوقهم. قال ما في كوا في كل كون لو ماسكنه انتوا في كوا فهمت. ربنا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله سبحان الله. ربنا يرزقهم ويعافيهم وهم يكذبوا على ربنا سبحانه وتعالى. الكون عايش في كنف الختمية وانت الختم قادر تعيش؟ الختم قادر يعيش؟ الختم لغاية ما أكل قروش الناس صح ولا ما صح؟ حاجات الختمية دي جابوها من وين؟ المزارع والحاجات والأراضي جابوها من وين الختمية؟ الختم كان بيمشي بكراع وكده يخدها في الواطة طوالي تبقى حقة أبوك الشيخ. حتى قال واحد من أهلنا هنا في الشمالية وزول مسكين عنده في ديدين واحد وزولك لو مشى في فدانه ده بيبقى تبعه ومعاه شفوت كبار معاه بيقلع حقك على عينك يا تاجر. فهمت قبل التوحيد ده ينتشر فهمت. فدا قال جاي يمشي قال له أبو يا شيخ معقولة خليك تمشي بكر عينك؟ خطاه في ظهره لغاية ما قطع به وقال له بعد ده عديلة منجل فوت الله لا عادك. لعبوا بالعقول الناس عبدوا البشر ها ضللوا كثير من خلق الله. تقول لي أهل الفضل أطفالي قال فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب وإيصال واستمسكوا بعراء لا انفصام لها واستوثقوا بمقاليدي وأذيالي. يعني أمسكوا في ضنبي بس أنا بمركم فهمت. والله لو وديناك كربون ما تعمل حاجة أنت ما عندك حاجة ختم فهمت ما عندك أي شيء. قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكال. والزول اللي بيتمسك بيك ويحل في حرمك ويعتقد فيك خرج عن الإسلام بلا ريب وإشكال تفهم. لغاية ما قال أنا الجليس ده بتاع الختمية قال الله قاعد منه. قالوا دل نحن ما بنقول قاعد أو نذكر لفظ ما جاء في الكتاب والسنة. نحن بنقول الرحمن على العرش استوى في سورة طه في سورة يونس في سورة الأعراف في سورة الحديد في غيرها من سور القرآن سورة فصلت وغيرها. نحن بنقول زي ما الله قال بنقول زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهمت. أما شيخك هو قال قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. وهو حميد أسي قبل شوية قال ما يقولوا لك إن الصوفية بيقولوا بيعلموا الغيب ده شنو ده يا حميد يا كذاب حميد. أنت قال الدواء بتاعك ما قاعد الدواء بتاعك قاعد زي ما قال الشاعر ولكل شيء آفة من جنسه حتى حميدة يا جيهناه بالجغمي فهمت. بنجيهك والله والله يا حميدة ما تمرك. احنا قاعدين لك لشني يا حميدة انت والصوفية المعاك عشان نوري الناس الباطل بتاعكم. والناس دي كلها بفضل الله يوميا بتعرف التوحيد يوميا يقول لك نحن مغشوشين يوميا يقول لك نحن كنا بنعبد الفقراء ويقول لك ده شد خليناهم. والله خلقي لا يعلم عددهم إلا الله. يوميا يوميا بفضل الله أخواننا بيمشوا بيشتغلوا يسافروا الولايات ويجوبوا البلاد شرقا وغربا يبلغوا دعوة الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الناس بيقبلوا والناس بيستجيبوا لأن هذا هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه أخواننا ده نحسبهم ناس صادقين ما دارين من الناس قروش. حميدة داري يلقط له حاجة يأكل بها لكن أخواننا دل بيبلغوك التوحيد زي ما بلغوا مؤمن آل ياسين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا شروه لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بعدين الكلام اللي بيقولوه ماشيين به مهتدون ما زي عمك البيجايدة فهمت.
قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ده التوحيد اللي بندعو له والناس والعبادة الصحيحة. فهمت؟ يجيك تاني حمد يقول لك ديل الجماعة ديل ناس مستر هنفر ومستر ما هنفر. اللي بتتكلم دي اللي بتتكلم دي جدة الإمام مالك اللي بتتكلم دي هسي دي ما بريطانية دي ما يمكن تكون حفيدة مستر هنفر ولا بتخته صح؟ اللي بتتكلم دي شنو؟ ولذلك الشرد قاعد في أمريكا هناك يا حمادة أنت ما بتعرف تخش يوتيوب ولا شنو؟ فهمت يا حمادة؟ لذلك ده قال نحن قعدنا مع وكالة الأمن القومي ومجلس الكنائس الصف الأول والبيت الأبيض الصف الأول والكونغرس الصف الأول قال وخرجوا بأن التصوف هو المنهج المعتدل ويجب التعاون مع هؤلاء الكفار على نشر التصوف. التصوف الأمريكان واليهود والنصارى وأعداء الدين قالوا له تمام لايك وشير وفيسبوك للتصوف. فهمت؟ كلهم قالوا التصوف ده حاجة تمام. تخيل أوباما متكيف من التصوف، وأوباما يوميا بينبس في الإسلام، وشارون بيقول تمام للتصوف، وشارون يوميا بيسب في الإسلام، والإيرانيين متكيفين من التصوف ويوميا هم بيسبوا في الإسلام، وغيرهم من العواليق وأعداء الدين بينبذوا في الإسلام وبشكروا في التصوف. يا ربي التصوف ده الإسلام؟ يا ربي التصوف ده الإسلام؟ ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو؟ تتبع ملتهم. يا أخي نحن ما محتاجين نمرق برا، ديل اتبعوا ملة اليهود والنصارى في أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم. الليلة اللي قاعد يبني القبور في المساجد ويبني عليها الجباب والأضرحة ويطوف بها منو؟ الصوفية. ده شغل بتاع التصوف. الليلة الزول اللي بيمشي للشيخ عشان الشيخ يتوسط له بينه وبين الله، اللي بيشتغل الشغل ده منو؟ الصوفية. فهمت؟ والنصارى بيشتغلوا حاجة اسمها التعميد. التعميد ده شنو؟ التعميد ده تمشي للقديس الكبير عشان يباركك ويدوك صكوك الغفران، يدوك ورقة يقول لك فلان ابن فلان غفرنا لك نتلاقى في الجنة. تقوم تخيط الورقة وتغلفها وتعمل لها ظرف ويدفنوها معاك، قال يوم القيامة تمرق بها. فهمت؟ والليلة التصوف يقول لك لو دار تخش الجنة الختمية سفينة نوح الحق نفسك قبل تروح. والله أسأل الختمية دي لا تبلغ الجبل الذي قال فيه ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وقال لو نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. سفينة نوح هي السنة، سفينة نوح هو القرآن، سفينة نوح هو التوحيد، سفينة نوح إفراد الله بالعبادة، سفينة نوح الكفر بالطواغيت والضلال الذين ضيعوا كثير من الناس. دي سفينة نوح العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيك البرعي يقول لك قال إلى الطيب المختار نسبتي ومشورتي في الناس أن يتطيبوا تبقوا سمانية. يجيك واحد يجي يقول لك تبقوا تجانية، يجيك واحد يقول لك تبقوا قادرية، يجيك واحد يقول لك تبقوا أخوان مسلمين، يجيك واحد يقول لك تبقوا أنصار سنة. ما تبقى معيز، تكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء إنهم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. أنبياء ربنا قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري العهد؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولذلك نحن أخواننا ما عندنا حزب، ما عندنا انتخابات، ما عندنا مصالح دنيوية، ما دارين من الناس يملوا لنا جيبنا، ما دارين من الناس يشكرونا. نحن دارين الناس كلهم كلنا نتابع راجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعبد إله واحد هو ربنا الذي رزقنا وأحيانا ويميتنا وإذا مرضنا يشفينا ربنا سبحانه وتعالى. دي دعوتنا للناس. ما في حزبيات، ما في تسجيلات، ما في مغرات، ما في لعب، ما في كذب، ما في حزبيات. دي الدعوة الحقيقية، الدعوة الصحيحة. ربنا بصلح بها البلد، غير كده ده كله كذب ولف دوران ولعب على عقول الأمة الإسلامية. نحن نقف، وإن شاء الله في الحلقات القادمة يتواصل